ان دي بلاس العين مستير ساعات نمشي لاخر الرفرف اما للحجار جديد ما تلقاش راحتك سامحني خلينا نعمل غطسه يعني مش المستير وبدلت الرفرف علاش في صاريه وفي برشا حاجات من تونس عملنا مستير وصلنا لبلاصه ما عجبتناش عاودنا رجعنا الرفرف 400 كيلومتر مشي المسير وبدلت الرفرف علاش في صاريه وفي برشا حاجات معناها الحركه في رفرف اكثر من بلايص خلينا نوصل كل هاي قديش تقعد الحركه لهنا في رفرف 3 شهور لسر بريس كيفاش من جوال لاوت ديما معناها توا الناس كل تقعد تسهر في الكورنيش حتى الوقت هيك ما ساعتين هكاك ما ساعة ونص ساعات ما هو خاطر مربوطين بالخاوي هما يسكروا ما ساعتين في بريكة ولا ما ساعة علاش اخترت جيتك لهوني في أوبا؟ والله هي الكونسيبت نتاعو محلاه شنو هو الكونسيبت؟ الديكور نتاعو كل شيء شهاني باش ناكل عنده ونجرب فيه وقاف جرب فيها قهوة شنو هو الحاجة أكثر حاجة عجبتك في رفرف؟ سهريته سهرية كهوة الحركة الموفمون وتلقى كل شيء بحذيك وين تسكن وين تسهر وين تمشي القهوة وين ما فهميش إشكال معنى ما فهميش مشكلة بركة في البحر وكهوة شنو الإشكالي في البحر؟ بحر ويتعبى برشا وموش نظيف معنية برشا مش كما مش تقل ما نظيف برشا فهمت؟ فهمتك الوسخ موجود في الرفرف في المدينة ديجا منعومش لهنا والله ما نعوم وين تعوم يا نصر ولا يوم ما نعموش لهنا وين تعوم ساعات انت بلاسي العين مستير ساعات نمشي لاخر الرفرف اما للحجار الجديد المهم لهنا لي لهنا خاطر ما مش لي لا على الكورنيش ما نعومش جوس نصر كها ها ما صباح نقوم نمشي لبلاصه اخرى دي بلاس دي بلاس يا ما تلقاش راحتك سامحني خلينا نعمل غطسه لهنا معبي برش معبي هو ديجا شعب تونسي الكل يجي الرفرق اي انا يجي عالجو عالجو صاري جو في رفرق هما البحورات الاخرين مزيانين ما فيهمش صاري تكمل سبعه تظلم الدنيا صيه تظلم شعب تونسي حب ياس حب ياس البارح ولا البارح مشينا المستير عملنا ريزرفاسيون في دار مشينا البلاصه ما عجبتناش رجعنا من المستير رفرف نبينا مستير رفرف من تونس عملنا مستير وصلنا لبلاصه ما عجبتناش عاودنا رجعنا الرفرف 400 كيلومتر رجعنا الرفرف عملنا ولجينا الرفرف بعدنا فينا السنة المستير وصلنا لبلاصه ما عجبتناش خاطر اجيني هي محليه ما اجيني ما فماش الجو فما الجو حشتنا بالجو التوانسه والجو التوانسه والجو يعدي هو مره يجي يصيف مره في العام دونك يلزموا يلزمنا الجو فيتي وكمان معناها